موسكات، مدينة زخمة كثيرة السكان، وفيها بساتين وحدائق ومزارع نخيل تاماريرا. أما ميناؤها فله شكل الفيرادورا، حدوة حصان يوفر الحماية بوتاسيوم من كل الرياح. وإما أهلها فمهنتهم كوميرتشو، التجارة. إمبيريو بورتوغيز، فلنذهب إلى عمان. عمان أتاكي. إيزي سكويتي بادو، جهزوا الجيش. تلك كانت كلمة قائد أكبر إمبراطورية تسيطر على العالم، قوة برتغالية غازية، أكبر مدفعية عرفتها البشرية في ذلك الوقت. إنها لا ترحم. حملة برتغالية بقيادة أفونسو البوكيرك قصدت عمان الواهنة في ذلك الوقت التي ليس لها قيادة موحدة. أصبحت مسقط تحت القصف البرتغالي الغاشم. ضرب الرعب في الناس وكثر القتلى. لم تعرف مسقط الوادعة مثل هذا الرعب من قبل. لم تكن مسقط هي الوحيدة، فقد غزا البرتغالي ساحل عمان ودمر مدنه. ضرب البرتغاليون أول ما ضربوا السفن العمانية وقوارب الصيد فأحرقوها حتى لا يبقى أي رادع لهم. أصبحت مسقط أثراً بعد عين، كومة من الرماد والنار. فقد أمر القائد البرتغالي بإحراقها. كان شكل المدينة مخيفاً والدخان يخنق أنفاسها. كان هناك من رخصت حياته لمقاومة العدو، لكن الوطن في ذلك الوقت افتقد لقائد ولجيش، فكل المحاولات لم تنجح أمام أكبر إمبراطورية. قوة العدو غلبت شجاعة الأبطال. صعدت أرواح المقاومين للسماء. ازدادت قوة البرتغاليين بعد تمكنهم من عمان، فهم اختاروها لموقعها الفريد المطل على بحار العالم، حيث تتوسط تجارة الدنيا فيملكونها، وحيث الموقع المناسب لتوصيل المؤن والغذاء لأسطولهم الواسع المتوزع على موانئ البلدان. وقعت صحار وصور وجلفار ومسقط وقريات تحت السطوة البرتغالية. القوة البرتغالية التي كانت تظن أنها لا تهزم بدأت بتحصيناتها العسكرية. فانتشر الجنود في الأبراج بأسلحة لم يعهدها العمانيون، وطور البرتغاليون القلاع القوية التي ستحمي إمبراطوريتهم، وزودوها بالمدافع، وتحصنوا في قلعتي الجلال والميران المنيعتين. تمر الأعوام والبرتغالي يزداد قوة وشراسة ويثبت أقدامه. لكن وبعد 70 عاما من الاحتلال البرتغالي، وقد أفسدوا في عمان، ولد طفل. طفل سيدخل الرعب في قلوب الغزاة. ناصر. ربما ناصر.